سعيدة. كل يوم الأخبار تعرفوا شنو صاير في تونس شنو صاير في العالم. قول رافع شنو تحب تقول؟ والله أنا مش تسأل جعفر باش نبدأ وحبيتك تسألني أنا اليوم نسألوه هو اليوم ناخذه بخاطره نجرب شوية معك طفل صغير نجربه طفل صغير يا جعفر اسألني ترى جعفر قرر ديمقراطي رافع باش تحب نبدأ اليوم الأخبار السعيدة والأخبار المش سعيدة بدنا بالمستعدة لا لا مش نبدأ بالسعيدة خلينا نكملوا الحلمة للآخر مش الحلمة كونديكتور الرجل يستنى في تليفون تليفون حتى يدور رجل حتى نهار اللي خذي الفرصة جابها البرد حول ولا قوة بدنا بالسعيدة أنا نبدأ بالأخبار السعيدة أخبار سعيدة الله يرحمه الأخبار قل اللي صار راهو غريب لا لحظة ناحية الموسيقى مخ شوي خلينا نفهموا قدام العباد رافع انت تخدم معنا ولا ضدنا؟ انت بالي معكم اولا جيت مخ علاش تبغي تستر لحظة لا 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 استرني جينيريك وانت فضحتني برا تفضل وحتى وقت اللي باش تاخذ فرصة باش تدز معنا خاطر احنا خيان يدي يدي هاي ربيع فريدة وجاي تدز معنا ساعتين ونص راه وين نعرف السيد في التليفون انا يهديك باش سامحني باش نبداو بالاخبار السعيدة لا زينب لا ربيب هكا ولا لا تفضل 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 الكلمة لك سيدة زينب يلا نبداو بالاخبار السعيدة على خاطر الحمد لله اللي موجودين في بلادنا طبعا كما يقول جعفر كل يوم والحقيقة الفريق الكل موافق معاك قلوبنا ديما في غزة وفي فلسطين الكل نتابعوا في الاخبار كما الناس الكل في ديارهم ونحاولوا زادا نشوفوا الاخبار اللي صايرة في تونس في علاقة بفلسطين كنتوا تابعتوا الايامات اللي تعداو كيفاش الهلال الاحمر التونسي خصص من حبي 400 دينار باش يدعم الطلبة الفلسطينيين اللي عايشين في تونس عددهم تقريبا 400 طالب اكثر من 100 منهم غزاوية عائلتهم في غزة دونك ما نجموش يعطيهم المنحة هذه والناس الكل كانت باركت هالحركة هذه وتابعوها بالكدا حركة اخرى جينا من تونس المرة هذه من سائق تاكسي الحقيقة هو امين عام نقابة التاكسي الفردي سي فوزي الخبوشي دونك اما بداها وحده الحكاية قال انا باش نبدا اي طالب فلسطيني نهزه بلاش سمعوا برشا زملاء وقالوا له راهو يا فوزي نحبوا معاك نحبوا كيفك نحبوا نعملوا اللي قاعد انت تعمل فيه اي طالب فلسطيني نعاونوه في التنقل ونهزوه احنا زاد بلاش الحقيقه ما هوش غريب ديما نذكروا بهذا الشعب الجميل هذا الشعب الانيق تونس هذا الشعب اللي قلبه كبير والحقيقه ما تطلبش برشا فراس احنا تربيتنا هك تربيتنا هكا مع تشوف انت انا نقيسها مثلا بالحوم الشعبيه كي تدخل ولا تمشي في حوم وكذا يهزوك على كفوف الراحه بالحق تاكل ويدلوك وفهمني ولا وتنجم حتى تبات انا صارت قدامي حكايه البارح ثم مواطنين من الجزائر دي جون فهمني ولا جاء واحد قال رام هذوما اصحابنا من الجزائر وكذا فهمني ولا وفات عليهم الفلوس والله العظيم فهمني ورام باش يباتوا بحذايا وكذا والناس يستكثروا في خيره رانا 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 وخيان ابريتو معناتها الحقيقه مع جيراننا مع اخواتنا خلي يا ناس كيما ناسنا في غزه وهذوك وليداتنا اللي قالوا لهنا الساعه ان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يجيبهم في الصواب تحيه للتاكسيستيه الكل من خلال السيده هذه اللي كيما قلت لي انت هو الامين هو امين عام نقابه التاكسي الفردي لكن هو راهو نعاود ناكد راهو من الاول بدا بالبادره وحده ما حبيتش حتى حد معاه لكن زملائه حبوا يقولوا اللي هنا معاك هنا كيفك نعملوا نفس الحاجه يعطيهم الف صحه شكرا ناخذ بخاطرك تو لا يعني باش ناخذ خاطر سيد في التليفون يستنى فينا سي فوزي لا قاعدين احنا لا ما ليش جوست نحب نقول لي مره اخرى مش لا تغيزوا لا جوست انا نحب نشكر بالحق التاكسيات على خاطر نحن حتى وقت نعملوا الناس بالناس اللي هنا وقت عملنا الامبولانس وقت لمينا الفلوس للامبولانس برشا تاكسيات جاوا بحذانا تاكسيات خاطر قرب ياسر زاد للراديو يسمعوا كل شيء وعندهم التكتل يعني هذاك اللي موجود والحميه دونك برافو اللي تاكسي وبرافو كما قال جعفر راهو ديما انا نسمي انا يا لاباس عليه والباقي كل نسميهم زوالي انا في تونس حتى اللي في الطبقه العاديه نسميها كنا خيال كنا زوالي ديما برسمي ديما الزوالي والطبقة العادية يبهرك يعني ساعات كياخذ المواقف والله بربي بعيدا عن الموضوع ذي باش نخرج تو فاصل مش فاصل في الراديو لا هو الوقت انا باش نخرج فاصل وحدي تو في اللحظة هذه ثم التيرزي اللي نمشي له انا التيرزي هو يسمع فيا تو التيرزي تاع لاك ان فهمتني البارح طفت سرويلي ماشي لهادي زعيم خاطر انا انفيتي فهمتني لا وسهلا التيرزي تو يسمع فيا تو
يسمع فينا لحظة بلحظة، يعرفكم واحد واحد، يعرف وين وصلنا، يعرف الناس بالناس وقديش وصلنا، كل التفاصيل عنده. اسمه صغير سروال حضر، تعنيش الاسم الكل والله ترجم تعلق. هما ثلاثة، هما ثلاثة، واحد يقعد على اليسار الاخر بجنب مغادي والاخر وين الحديد. وين الحديد ايش اسمه زعما ذاك؟ خويا ربي يعين الجميع وتحية ليه. تحية ليه هو احسن واحد فيهم، كل يقعد على اليسار باش ما يتعاركوليش ثلاثة باهيين هما. راهو سروال في العطفة يديك. نمشيو مباشرة لل اي انت شنو علاش ذكرته؟ مش قول له حاجة ولا ليه نسلم عليه؟ نسلم عليه جوست حاجة، خلينا جوست نكملوا نعلقوا على حكاية لي تاكسي ربيب ما نعرفش حاجة مهمة برشا. أنا وقت اللي رفعت هو يحكي تفكرت المواطة اللي كنت راكبة مع التاكسيست ما تعرفوش ماشي في الطريق، عطته وقتها نسبه نتاع باهيه معناها 200 دينار نتاع فلوس، وقالت له برا وصلهم معناها حد اخر الحقيقه ما يعرفوش، يقول لك انا ما نعطيش فلوس، هي خاصه صوم كبيره وجيبها ووصلها صحيح. وقعد وحكى معنا دونك محليهم زاد كيف كيف ما برشا تاكسيستية ضربوا فلسطين موجود هكا على الكلام طبعا 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 محليهم. وحاجه اخرى بسيطه انه مش غريب عليهم جماعه التاكسيات انه بمال دفوا تلقى تاكسيستية كاتبين على الكهرباء نتاعهم معناها مجانا للناس اللي ما عندهمش ولا مجانا لذوي الهمم خليني نقول ان شاء الله ان شاء الله الكهرباء تاكسي ولا لواج ولا نقل جماعي ولا نقل ريفي ان شاء الله يركزوا يركزوا. فمن ولكن ما قلت راه مازالوا 5 ايام على الحدث، 5 ايام على الحدث. اسمع جعفر راهي تاكسي مش شويه راهو تاكسي ولا لواج. انا فرحان اللي نهار الخميس باش نخرجوا البر. ايه وين البر؟ لا يعني نمشي ونتبعوا الحكايه باش يكون حدث ان شاء الله. انا جست نقطه صغيره على حكايه لي تاكسي اما باش نعممها شويه مثال جعفر كان تسمح لي. انا نحب اول حاجه وقت اللي نرى حكايه فيها التعاطف نفرح على الاخر. مساله التعاطف حاجه مهمه موجوده بالفطره عند ناس، فما عندهم التعاطف يحسوا بغيرهم. وانا نتمنى من الامنيات الكبيره في البلاد انه نرى يوما ما فما حصة ومادة تتقرى في المكتب اسمها تعاطف، على خاطر فما ناس تفقدوا فما ناس ما تعملوش ما تعيشش به ويحرموا رواحهم ويحرموا غيرهم. فان شاء الله يا ربي نربيو زاد صغارنا على قيمة التعاطف ان شاء الله يا ربي. وشفت محلها زينب جعفر لو كان تسمع ثم طريقة ثم طريقة مش نبداو يقصوا حالة راهو راهي فوضى عارمة. احنا تربية جنسية ما عملناش نعملوا تعاطف. نتمنى الكل نتمنى الكل موجود. علاش لا؟ انا نتمنى انه البلاد نتاعنا تتبنى على قيم نكونوا الكلنا متفاهمين عليها، نعملوا عقد اجتماعي نبنيو عليه كان باش نقعدوا في اللي احنا فيه وما فماش شكون يقول شنو لازمنا نعملوا. عمرنا مره وبلادنا خير. زينب 2024 هيا زينب 2024.